الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك فيك وانت الله طيب. يكرمك. رأي حضرتك أشوف مصطفى في إن لو في مشكلة وحد معور حد، والحد اللي معور دوك هو جبار في الأرض يعني معور ناس كتير، فحالة العفو لو أنا عفيت عليه هينتج من عليه إن هو يسيء فيها ويزيد، هل ده يجوز إن أنا أعفو عنه؟ لا، إذا كان كده وأنت تقدر على ده إيه الانتصار، الحكمة في العفو دلوقتي إن أنا وأنا أعفو؟ أقول لك هو إذا كنت، اتفضل سيد. هل أنت تقدر على الانتصار أو أنك ضعيف أيضا؟ لا لا، الانتصار بأضعاف أضعاف ما صنع، بس هو ساق عليا طول الأرض، بس الخوف إن هو يقع مع حد ضعيف، فما أعرفش يعني أنا عامل له ظهر من ناحية، جايب له أحكام وجايب له مش عارف إيه وكلام من ده، فأنا خايف أعفو. طيب اتفضل. إذا كان تاب فاعفو واصفح، ما تاب ومستمر على إجرامه دعه يسجن. هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وبعدين لما حجزوا فحبسوا قال هذا رحمة من ربي. الله يوفقك. طيب في حته ثانيه صغيره يا مصطفى، معلش انا بصلح بين الناس، فانا خايف دي تسبب لي ان انا بقعد احس الناس ان هم يعفوا اجر العفو، لا، انتوا ما مش فيش واخدين فزع، بالكم ربنا امر بالعفو كده، المقامات تخلق. هجبت معايا ان انا لما بحس الناس على العفو فبييجوا يقولوا لي اما انت مش عايز تعفي، فعملت فجوه. أنت حر كده، إذا كان ما زال مفسدا في الأرض لا تبالي بكلام الناس. إذا كان طب تاب، وبالي، طب وإن جبت الأولاد دول وخليتهم يعني أنا اديتهم كلام أو تابوا توبة نصوحة، وهل من مش أنا يعينوا عمل يا يعني شيخ، يا شيخ إن أنا في معلش وسط الناس لو معلش معلش عفوا، اتفضل. كلامك ازداد حيث لا فائدة. قلت لك إذا كان قد تاب باب التوبة مفتوح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، إن كان ما زال مستمرا في يعني الإفساد يقول أنا شفت مش هعمل كده تاني، ومش مع أنت أبدا، أب أنت مع أب أي حد انثبت عليا حاجة زي كده حاسبني. أنت أبصر أنت أبصر بتربته. السلام عليكم.